إن أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر أيلول عام 2015 لفترة عام 2030 التي تعتبر إطاراً ودليلاً لعملية التحويل التي يحتاجها كل بلد من أجل مواجهة التحديات التي نواجهها، وهي تأتي في إطار استمرارية الأهداف الإنمائية للألفية، ولكن مع إدخال تغيرات عميقة ومهمة. إن الأهداف الإنمائية للألفية كانت تعتبر إدراكاً ووعياً بنهاية الحرب الباردة والتعارض بين الكتلة الشرقية السوفيتية والكتلة الرأسمالية الغربية، وأن هذا التعارض لم يضع حداً للتاريخ كما ادعى البعض، وأن العولمة ورغم آثارها الإيجابية فيما يتعلق بتقليص الفقر في بعض المناطق في العالم، فإن العولمة لا تحل كل المسائل، بل أنها أوجدت مشاكل أخرى، وبالتالي ينبغي إعادة طرح المساعدات الإنمائية الرسمية والتعاون بين الشمال والجنوب. ولكن هذه المساعدات كانت محصورة بالبلدان النامية في الجنوب في المنطقة المدارية أو بين المدارية والمتوسطية. إن هذه الأجندة هي مرتبطة بكل البلدان في الشمال والجنوب، وكل هذه البلدان هي في طور التنمية المستدامة. إن أهداف التنمية المستدامة وهي عبارة عن تسوية تم التوصل إليها من قبل الحكومات الموقعة والمصالح المختلفة وأحيانا المتعارضة والمتناقضة، ولكن هذه التسوية هي تسويات متقدمة مقارنة بثمرة المفاوضات السابقة داخل الأمم المتحدة، وذلك لسببين اثنين. أولا، إن المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الإطار الاجتماعي والاقتصادي تم إشراكهم في المفاوضات، فإن هذا الموضوع لم يكن حصريا موضوعا يتعلق بالحكومات، ومن جهة أخرى تم الاستفادة من أوجه التقدم في مجال التكنولوجيا والأبحاث في هذا الإطار. إذن من جهة كانت هناك رغبة من جميع البلدان ولا سيما بلدان الجنوب من أجل القيام، وبعد الأزمة المالية في عام 2008 وهي الأزمة الأخطر منذ عام 1930 من القرن الماضي، أن لا تكون هذه الأهداف مع تعني فقط البلدان الغنية أي بلدان مجموعة 27. ومن جهة ثانية كان هناك عمل مشترك بين المجتمع في إطار الأبحاث بين المجتمع المدني والأطراف الفاعلة الأخرى، وكان هناك إدراك للصعوبات التي تواجهها أرضنا ولا سيما فيما يتعلق بنضوب الموارد الأساسية الضرورية للحياة والكائنات الحية، ليس فقط الإنسان بل أيضا الطبيعة أيضا. وهناك أيضا اختلال الأنظمة البيئية الكبرى التي تستند إليها الحياة ولا سيما بالتداعيات الكارثية لتغير المناخ، هو فقط مثال. هناك دورة المياه، دورة أيضا الهواء. إذن كل أوجه التقدم التي تم إحرازها في إطار الأهداف الإنمائية الألفية لم تمنع من القيام وبصورة موازية من أن نعاين ذلك التفاوت الكبير جدا في الثروات وحصرها في طبقة ضئيلة جدا من المجتمع. إذن هذا السياق وهذا الإطار لاعتماد أهداف التنمية المستدامة التي سيتم شرحها لكم طيلة الدروس في هذا الأسبوع، وسترون خلال هذه المحاضرات سترون كيف أن فكرة التنمية المستدامة بحد ذاتها قد تطورت وتغيرت. آنذاك كانت هذه فكرة ثورية
ولا سيما ما جاء في تقرير بريتلاند في عام 1980 من خلال التأكيد على الفكرة التي كانت موجودة سابقا، حيث تم التأكيد على أن التنمية ليست تنمية اقتصادية، بل أن على التنمية أن ترتكز على ركن اجتماعي ورفاهية كل أفراد المجتمع، وأنه أيضا ينبغي محافظة البيئة وصونها من أجل استمرارية تنمية مستدامة. إذن بعد ذلك تم الخوض في مفاوضات ومقايضات بين هذه الأبعاد المختلفة. اليوم أوجه التقدم التي سمحت بالوصول إلى أهداف التنمية المستدامة هي تذهب إلى أبعد من ذلك، ولا سيما من خلال التفكير في التفاعلات والتأثيرات المتبادلة بين الإنسان ومحيطه والبعد المجتمعي للإنسان والكائنات الحية الأخرى والطبيعة. وانتقلنا بالتالي كما يطلبه منا الزملاء من بلدان الجنوب، على غير المثال الزملاء في جامعة بنغالور، من أجل تبني مقاربة الفئات الثلاث. أولا المحدودية، فينيتود، أي أن نعيد النظر في نماذج التنمية والاستهلاك، وأن علينا أن نبتكر نماذج تكون أكثر احتراما للتوازنات البيئية وتوازنات الأرض. الفئة الثانية فراجيليتي، الهشاشة، أن التقدم التكنولوجي يجعل من المجتمع أكثر هشاشة، وتركيز الثروة وتركز السكان في المدن والحواضر والعواصم الكبرى هذا مثال على ذلك. وبالتالي علينا إيجاد نماذج جديدة للصمود والتكيف حتى لا نعاني من هذه الهشاشة. الفئة الثالثة فيرنس، أي الإنصاف، أي أن نضع أوجه التفاوت بين البلدان، والأوجه التفاوت والفوارق واللامساواة داخل البلدان يجب وضعها في إطار الأجندة الدولية، ينبغي مساعدتها في إطار هذه الأهداف.